اطلب انت اسمك ايه؟ اسمي مازن. ما انا عارف يا مازن. وانت عامل ايه؟ انت بتكلمني لسه اجي ليه؟ انا مش بكلم. مازن شاكر اللي كنت مع برنامج مثلا مع احمد حلمي، هو كان في صفحه احمد حلمي لافرز كانوا منزلوا البرنامج وكده الحلقه بتاعتي يعني، فواحد صاحبي عمل لي منشن للحلقه فبس، فكتبت كومنت، فبقى من ساعتها ايه كله يعني كان ايه عامل ايه بقى، اخبارك ازاي، شكلك اتغير. عندي 21 سنه في المعهد العالي للدراسات المتطوره في التجاره شعبه المحاسبه، هو كان عندي من 6 7 سنين تقريبا. فكان في واحد قريبنا شغال ايه لا واحد صاحبي يعني شغال في الجروب بتاع البرنامج وكده، فكان جاي عنده زياره في البيت وانا كنت بلعب ايه في الشارع معاه مع اصحابي وكده، فشافني وايه وصمم ان انا اروح فبس، فصورني وبتاع وعرض الفيديو ليهم، راح برضو ايه جم عندنا في البيت وكده وقال لك ايه لا لازم تيجي البرنامج وبتاع، فروحنا بقى صورنا اول حلقه، بعد كده تاني يوم بقى صورنا الحلقه الثانيه. كان في اصلا عندنا كمبيوتر، فانا برضو ايه كان الموبايل لسه يا دوبك طالع وكده، فبقى كان نفسي بقى يكون معايا موبايل، عشان كده كنت مصمم حتى لو عديت الاربع اسئله بتوع الموبايل وعديت السبعه اللي هم بتوع الفيديو جيم برضو كنت ايه مصمم ان اخد موبايل يعني، حتى كنت جاوبنا على اول 5 اسئله بس برضو قلت له لا هاخد الموبايل. قلنا في غرفه الملابس بتاعت احمد حلمي وقعدت اهزر معاه وبتاع، فبرضه ايه ده كان يعني حفز الواحد اللي ايه الحلقه بتاعته تكون بسرعه يعني. كان اول برنامج بس جالي بعد كده اللي اسافر لبنان مع دريد لحان، كان في برنامج برضه دريد لحان عامله في لبنان بس ايه والدي رفض عشان الدراسه وكده، وكان في برضه عالم سمسم وما رحتش، وكان في فيلم برضه والدي كان رافض. كان يعني انا كان بالنسبه لي عادي يعني لو كنت مثلت كنت يعني كان يبقى 100%، لكن بقى اياميها اصلا كان دراسه وايه بنروح مثلا الصبح وبرجع بالليل خالص ويا دوبك تنام وتروح المدرسه الصبح، فده كان طبعا كل ده بيأثر على ليه على الدراسه. اتعرضت برضه عليا تمثيل يعني امثل في الوقت وقتنا الحالي اكيد مش هفضل يعني، من وقت البرنامج لحد وقتنا الحالي برضه ما كانش ليا نصيب ان اقابل الفنان احمد حلمي، ده ان شاء الله في حياته العمليه ونشوفه ان شاء الله على خير يعني ان شاء الله.